عزة. ايوه. في واحدة سابت لك الزيارة دي. زيارة لي أنا؟ وأنا ليا حد عشان يسأل عليا؟ امسكي. استنى، رئيس المباحث موجود ولا روح؟ إيه؟ حامل؟ إزاي؟ والله السؤال ده إجابته عندك، زي ما في أسئلة كتيرة أنت اللي تقدر تجاوب عليها يا حسام بيه. وأنت فاكرة بقى إن أنا هصدق الهبل ده؟ هصدق إنك حامل مني بجد؟ كتر خيرك. كتر خيرك يا محترم يا أصيل. صحيح، أنا سبت نكسة ومدوراها، بس دلوقتي بقى سهل تعرف إذا كان اللي في بطني ده ابنك ولا ابن حد تاني وأنا بلزقهولك. أنا هعمل كده، هتأكد. ولو طلع ابنك هتنزليه؟ لو ذبحتني مش هعمل كده. مين قالك إني هسمح لك يكون لي ابن منك؟ ليه؟ إيه الفرق بيني وبين منار؟ لا الفرق كبير. يا ريتها كانت بالشكل، ويا ريته كان بالسمعة. ياما ناس كتير قوي تسأل عنها، يقولوا لك فيهم أشعار، تفتكرهم ملايكة وهم ما يتقلعوش من الرجل. أظن فاهمني يا حسام بيه. فاهمك إلا فاهمك، أنا أكتر واحد فاهمك في الدنيا دي. أنا بقى اللي ما كنتش فاهمك، إدتني قفا. شوف أنا خدت كتير قوي في حياتي، بس القفا ده مش هنسى العمر كله. أمال أنت كنت فاكرة إيه يا عسلية؟ كنت فاكرة إن أنا هقف جنبك ودافع عنك وانت مجرمه وتاجره مخدرات؟ لا، تدافع عن اللي قتلت اخويا. على فكره عمر ده اخويا، عمر اللي ما صدقت لقيته، ومنار، منار اللي حبيتها وسابتك واتجوزت واحد تاني. دي اختي التوأم، يعني بطن واحده اللي شالتنا احنا الاتنين. هو انت يا حسام بيه مش كنت هتتجنن عشان تعرف هي سابتك ليه؟ أنا بقى أقول لك سابتك ليه؟ عشان دورت وراك وعرفت حقيقتك، عرفت إن حسام بيه اللي بيلبس الوش الطاهر قدام الناس بيقلعه قدام سكرتيرته. أنت عارف؟ أنا لو كنت سبتك لحمو كنت هتشتغل معاه عادي. ده على أساس يعني مش أنت اللي جبتهولي لحد بيتي ومكتبي؟ أنا اللي جبتهولك؟ ده أنا واحدة هربانة منه، ده أنا أول مرة شفته معاك حذرتك منه وقلت لك ابعد عنه. ما ده برضه اصول اللعب. لعب؟ اللعب ده انت اللي تعرفه انت واللي زيك يا حسام بيه. انما انا اغلب من الغلب. انا الدنيا شالت وحطت فيا، سويتني على الجنبين، خليتنيش أحلم غير بالستر. لما افتكرت إنها ضحكت وزهزهت وهتحلو، لقيت حتى الستر مستكترها عليا. لعب إيه يا باشا يا كبير؟ ده أنا كنت هقتله عشانك. علشاني برضو ولا علشانك؟ حتى لو عشان انا عايزه ابعده عنك، مش تقولي جايبهولك. رجعني الحجز يا امين. على فكره انا بلغتك بس عشان تبقى عارف، انما انا مش عايزه منك حاجه ولا طمعانه في اللي عندك، واللي في بطني ده لرب وانا مش هسيبه لآخر يوم في عمري. إنما لما يكبر ويعرف هيدي عليك، هيدي عليك زي ما أنا بدعي على السلطان. سلام يا عسلية. أيوة يا فندم، أنا بلغت الإسعاف وجاية فورا. أيوة يا فندم، والنيابة على وصول. أيوة يا فندم، الأكل كان جاي من بره.
حاضر يا فندم، هفرغ الكاميرات. حاضر، مع السلامه سيادتك. مع السلامه. رجعها لي المكتب تاني. في ايه حضرتك؟ فين الاكل اللي كان جالك مسمم؟ ونص اللي في الحجز بيموت. احيي